هل فعلا في يعني انفصال بين سلوك عموم المسلمين وبين فكرهم؟ بمعنى بمعنى يعني في دين حقيقي المسلمون حاليا بيبعدوا عن الدين الحقيقي في سلوكهم؟ طبعا طبعا طبعا. يعني انا اكتر من مره يعني كتبت في هذا الموضوع. الاقي مثلا على حضرتك في النت مثلا حضرتك تفتحي الواتساب تلاقي كل دعوات ويقول لك وزع الدعوه شيرها مش عارف على 100 واحد وهيبقى ليك ثواب. طب كانت المساله لو الدين كده كانت المساله تبقى سهله قوي، الواحد يضمن دخول الجنه بتشير الدعوات. يعني دي عقليه خرافيه يعني. طب في مواجهه هذه العقليات التي يعني تؤمن بالتزيد او الخرافه او يعني دور المثقفين هنا في هذه المواجهه؟ ادينا بنكتب بنقول، واللي يقدر يكتب يكتب، واللي طب من يفعل ذلك لا يقرا، فكتاباتكم الى اين توجه يعني؟ والله لابد ان كل واحد يقوم بدوره في هذا المجتمع. يعني حضرتك بتقومي بدور مهم من خلال برنامجي، انا بكتب، بعلم طلاب، يعني الواحد بيجتهد قدر الامكان ان هو يحاول تغيير هذا ال طب حضرتك هذا لما بتخاطب الطلاب في الجامعه بهذه الافكار رد فعلهم ايه؟ وهؤلاء صغار يعني؟ لا بيستجيبوا الحقيقه. استجيبوا. بيستجيبوا جدا لانه بيخاطب عقلهم. يعني معنى ذلك ان هناك ضروره للمواجهة. طبعا طبعا. وده أيضا يجب أن يكون للبرامج التلفزيونية دور مهم في هذا الشأن. يعني أنا كنت في اللجنة العليا لمعرض الكتاب هذا العام، فاقترحت على الزملاء أن يكون المحور الأساسي هو مسألة الوعي، وفوافقوا على الكلام ده. يعني ما يتعلق بالوعي الديني أولا والخطاب الديني، الوعي السياسي، الوعي التاريخي، الوعي الجمالي اللي هو الذوق الجمالي، يعني كل ده محتاج تأسيس. وحضرتك الحقيقة برضو بتشير لشيء مهم جدا، انه يعني اذا اهتممنا بالوعي لابد ان يكون في اتجاهات مختلفة طبعا، ليس نوع واحد. لا 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 طبعا طبعا. يبقى على كافة ومتلازمين على الأصعدة كافة يعني. طبعا، لان دي اواني مستطرقة. صحيح.